لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية، فهل يلزمه ذلك أم لا مأجورين؟ لا يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية فيما جرت العادة به أن تعطى المرأة المتزوجة. أما إذا أعطاها أكثر مما تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطاها بقدر الزائد. مثال ذلك، إذا كان من العادة أن الرجل يتزوج امرأة أعطاها من الحلي ما قيمته 10,000 ريال، ففي هذه الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئا. فأما إن أعطاها من الحلي ما قيمته 11,000 ريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى 1000، لأن هذا 1000 زائد على ما جرت العادة مما تعطاه المرأة المتزوج. والقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهما أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواء من الهدايا أو النفقات، بل وحتى الجناء إن قدر يجب عليه أن يعدل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إلا أن ترضى الزوجة الأخرى بإسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ أن يفرض الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت. ودليل ذلك أن سودة بنت جمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فإذا رضيت الزوجة الأخرى أن يفضل ضرتها عليها بنفقة أو هدية أو غير ذلك فالحق لها، ولا حرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة عن حقه، لكنه لا يحل له أن يضيق عليها حتى تتنازل، لأن تنازلها هذا يكون كرها، ولا يحل للإنسان أن يكره على إسقاط حقه. بارك الله فيكم.